السلام عليكم شباب، يعطيكم العافية. فيديو سريع جدا جدا، مدته لن تتجاوز الدقيقة الواحدة أو الدقيقتين. هذا هو شارت الباث بوينت على قناتي على التليجرام، فيك تفوت تاخذ الصورة منه. طبعا في ناس عم تقول انه هي مو قدرانة تفهم هذا الشارت. الشارت فيري سيمبل، بسيط جدا، ولد عمره 10 سنين ممكن يفهمه، بس نحن كيف طريقة شرحه؟ حنشرحه لايف، تمام؟ كل نقطة زمنية، هلا عندنا نقطة زمنية يوم 18، اوكي؟ فلما نوصل لنقطة زمنية حننزل الشرح عشان تكون عم تفهم لايف، يعني الشارت ماشي قدامك وانت عم تحلل وبنفس الوقت عم تفهم. فهذا أفضل أسلوب لتفهم هيك نوع من التحليل، تحليل الذكاء الاصطناعي، بأنك تطبقه لايف قدامك، بعدين بصير عندك الموضوع سهل إنه انت تقرأ هيك شارتات. يلا بالتوفيق شباب، خلونا نكمل الدقيقة. طبعا هذا لقناتي ECTI Data Analysis Solution، فيكم تنضموا لها.